ويطيب لي هنا أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم بأي شكل من الأشكال في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات جمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم. وأقدر عالياً ما قدموه من آراء واقتراحات، وأدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه.